راح يصير صدام. هو الخشية من الاحتكار، البعض يتمرد حتى على قيم المرجعية. ما اجت فترة سحبوا حتى الحماية مال المرجع، وطلعنا ضباط متقاعدين رحنا حتى نوقف نحميه، سحبوا حتى الحماية من عنده من اجل الضغط عليه. منتظم سياسي متمرد لا يؤمن بقيم دين ولا يؤمن بقيم وطنية ولا يؤمن بقيم إنسانية. عندما كان النظام الدكتاتوري السابق يسخر كل شيء من أجل حماية السلطة ولا شيء أعز من الكرسي، قوى المعارضة كانت تدرك أنها تحتاج إلى قوي، راحوا إلى الأمريكان حتى يسقطوا لهم النظام ويسلموهم السلطة، وأنت تعرف ماذا كان الثمن. اليوم الثوار بالعراق لا يؤمنون بالفاعل الخارجي، يريدون قوة يستندون عليها داخلية حتى يسيروا بمشروع التغيير. القوة النظيفة والوطنية والقوية والقادرة التي تستطيع أن ترعى هذا المشروع هي المرجعية. لماذا تتأخر في هذا الدعم ولو ولجت في هذا الدعم؟ هل سيكون عليها شيئا؟ يشكل عليها شيئا؟ نعم أنا شخصيا إذا تسألني تقول لي خلي المرجعية تعين أقول لك مصر مو تعين، تدعم التغيير. أولا تدعم، هي دعم التغيير ودعم الإصلاح، وغلقت أبوابها بوجه النموذج السياسي، بمعنى سحبت عنه ما يتحدث عنه أنه هو ذات بعد ديني وما إلى ذلك، عدم وجود غطاء بما يشبه قضية الحشد، الخيار الإسلامي بما يشبه قضية الحشد ضد داعش. قاتلنا قوى ظلامية، هاي قوى سياسية ظلامية، نحتاج مثل ذاك لهذا. تصير لا ما تصير؟ لا صعب. صعب. أحسنت، خلي أوضح هاي القضية، لأن أكو جدل حتى عند الرأي العام. يعني أحسنت في طرح هذه القضية لأنها قضية جدلية عند الرأي العام العراقي. أي. الحشد الشعبي عندما تشكل شكل قوة تعبئة جماهيرية شعبية للدفاع عن الوطن، وقاتلت بالميدان وأدت دورا، شكل ورقة ناصعة بيضاء في سفر العراق. زين. نقطة رأس السطر. نتفق. وكانت الفتوى بالمناسبة للعراقيين، فتوى للعراقيين في الدفاع عن العراق. لذلك في الخندق تصالحت الهويات الفرعية دفاعا عن الوطن. الآن من نجي للنموذج السياسي، شوف راح استعير لك لص قرآني. نبي، مو بشر عادي، نبي يعمل وفق نظرية التفويض الإلهي. يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. طيب إذا نبي يقول لك أنا ما أبرئ نفسي، أنا يوم من الأيام قلت هذا الكلام إلى المرجعية الرشيدة، قالوا يا بأني راح أدخل بالمعترك السياسي، إذا دخلت باسم المرجعية راح أتعرض إلى الضغطين التاليين، أما مغريات الدنيا أو التهديد، يجوز يخطفون واحد من عائلتي ويقولوا لي اتخذ هيك قرار، وهذا القرار إذا كان فاسد ما راح فقط يسقط دكتور أحمد، راح تسقط هيبة المرجعية وراح يعاتبون المرجع، مو أنتوا جبتوا. فحتى لا تفقد المرجعية دورها في التأثير ونقاء دعواها وتوجهاتها، لا تختار نموذج سياسي. لا، يجي النموذج السياسي دكتور أحمد يمارس السلطة فقط وكمل هاي الفكرة. نعم. الله يرضى عليك. نعم نعم. لا، دكتور أحمد ينزل إلى الميدان، خلي ينزل باسمه، حتى لا ينزل كونه شريف من الأشراف، لأنه باكر عقبه من يخطأ هاي تترتب أثر على النسب. ينزل باسمه، إذا نجح خير البلدة، إذا فشل يقولون شخص قرأ لك كم كتاب وطلع ما يفتهم، نستبدله ويروح دكتور أحمد، يجي ألف واحد أفضل منه. لكن أنا من أجازف باسم المرجعية، إذا سقطت المرجعية ما هو الخيار البديل؟ لا يجوز أن نزج بقيم الإسلام العليا والمثل القيمة. ما كان السؤال، ما كان السؤال يضطر، ما كان السؤال بهذا الشكل. فقط هاي نقطة، إذا تسمح لي نقطة نظام. خابرني الشيخ عباس الكوفي، الآن موجود، هو كان في وقتها يعني المعني بشأن إدارة شؤون جيش المهدي، وخبرني رياض النوري اللي كان مسؤول عن المكتب، قالوا لي أخذ وزارة الداخلية قبل جواد البولاني. تعرف إيش قلت لهم؟ قلت لهم راح أخذ وزارة الداخلية باسمي لو التيار رشحني. قال التيار. قلت لهم عباءة السيد الصدر ونقاء قضيته ما يصير ندخلها بالأمور التنفيذية، هذا عمل شرطوي، باكر أعتقل، باكر أضرب، باكر كذا، تنصب على اليمن على عباءة السيد. وبالمناسبة
ثمنها كثيرا السيد مقتدى الصدر، ومنذ 2006-2007 هو صارت تعيين جواد البولاني، بعد انسحبت صعد جواد البولاني حزب الفضيلة. من ذاك الحين وإلى الآن أنا متبني لهذا الخيار، فما عد استعداد أن نجازف بالمرجعية ونزجها حتى بجدالاتنا لخصوماتنا. ما كان السؤال بهذا الشكل الذي علقت به وأنت علقت مجيدا. نحن لا نقول وغيرنا أيضا لا يقول أنه على المرجعية أن ترشح أحدا يحكم. نحن نسأل، التغيير مشروعا وطنيا يحتاج إلى تضحيات، لأنه الطبقة الحاكمة طبقة فاسدة، ومحاربة الفاسدين أمرا شرعيا. نحتاج بدعم المشروع. من قال أنه المرجعية غائبة عن هذا المشروع؟ أغلقت أبوابها بوجه المنتظم السياسي، معنى ذلك سحبت عنه الغطاء الشرعي، والغطاء الشرعي هم ما يفهمون، هاي النخب، نخب الإسلام السياسي ما يفهمون، هذه بالحقيقة جردتهم، عرتهم عن المنظومة القيمية اللي يتحدثون بيها. اثنين، طالبت بالتغيير وطالبت باستبدال النموذج، وقالت المجرب لا يجرب. هذا بعد شأنه. أعيد السؤال نجم بس دقيقة، أنا ترسل لك المرجعية تقول لك المجرب لا يجرب، ليش تتخبهم مرة أخرى؟ هذا يعني خيار جماهيري. يعني الآن السؤال إذا بصيغة أخرى، هل يمكن أن يعتبر صحيحا أم لا يجوز إذا المرجعية الدينية في إحدى الخطب قالت ضرورة الالتحاق بكل المعتصمين الآن في الشوارع وفي مجلس النواب لإحداث التغيير، ممكن أن يقال بهذا لو لا يجوز؟ قالتها وده توجه المرجعية الآن ما تقول أنه هو تفتح الأبواب. لا، بالحقيقة التعبئة، لأنه معناها راح يصير صدام، هو الخشية من الاحتكاك. البعض يتمرد حتى على قيم المرجعية. مو تتذكر يوم اللي قلت لك يعني هسه احنا ما نريد نكشف كل الاوراق، ما اجت فتره سحبه وحتى الحمايه مال المرجع، اتذكر هذا، وطلعنا ضباط متقاعدين رحنا حتى نوقف نحميه، سحبه وحتى الحمايه من عنده من اجل الضغط عليه. منتظم سياسي متمرد لا يؤمن بقيم دين ولا يؤمن بقيم وطنيه ولا يؤمن بقيم انسانيه.